تسوى عبونا، مشروبات غازية خطيرة للغاية. حاول تأخذ رعاية صحية، الوقاية خير من العلاج، وسنبين لكم لماذا الماء الساخن فوائد العظيمة، وكيف هذا الجميع بدأ يستخدم الماء الساخن أول أساس حماية الجنين داخل الحوض رحم الأم هو الماء الساخن. سنأتي بهذا شرحة على سريع، وترون أن فعلا الله سبحانه جعل الماء ساخن هو يعني مكان المسائل التي تحمي الجنين وفوائد عظيمة. فإذا هنا يعني يطلب منكم راجع يعني عودة إلى شرب الماء الساخن، وليس هي راح تكون تجربة أول مرة، لأن لما كان هي مرحلة تكوين من نطفة من مضغة ثم نطفة ثم علقة ثم جنين، كان كل مراحل داخل حوض مليء بالماء الساخن. هذه ملكية فكرية في سلطة عمان، ثم ملكية فكرية في الفلبين. هذه شهادة اللجنة الطبية، أنا شخصيا شفيت بأمراض الربو والصدع النصفي وألم الظهر وحساسية الأنف، حساسية باستمرار. لما عانيت من هذه الأمراض فقط باستخدام الماء الساخن خلال سنتين وشفيت كليا، هذه شهادة اعتراف من اللجنة الطبية في مستشفى الشرطة. فحتى الآن السومتوماتيك، كلمة السومتوماتيك لا تستخدم للشخص إلا فعلا كليا فحص الطبي كامل خاليا من الأمراض والتهاب، والحمد لله رب العالمين. نعم نستعمل أدوية 4 سنوات أنا وأم قيس وقيس وسامي الحمد لله رب العالمين، فاستفدنا كثير، نريد ننشر للعالم الجميع حتى يستفيد لهذا. ما نستطيع نقول ما راح نستعمل أدوية، لكن حتى الآن ما استخدمه كله. إذا مرنا بمرض التهاب أو شيء فقط والماء الساخن نصبر خلال يوم يومين والحمد لله. حتى التسمم غذائي أحيانا حصلت يعني عدة مرات. هذه طبعا شهادة اعتراف من اللجنة الطبية، أيضا فحص الطبي شفاء أم قيس بأمراض اللي هو المرض عفوا الكوليسترول 7.441 MMOL طبعا انخفض إلى أصبح طبيعي جدا، وهي كمان تتمتع بالصحة. أنا عمري 49 سنة وتمتع بالصحة وفيرة الحمد لله رب العالمين. أنتم أتمنى لكم أيضا يعني لأن الصحة أيضا مهم جدا، لأن تستطيع تصنع الحضارات، تساهمون في بناء حضارة، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، تقويم جسدي تقويم ذهني، فلكل مجتهد نصيب. فإذا حاول ترجعون لمسألة الماء الساخن وفوائدها حتى تبنوا حضارة تساهموا في بناء الحضارة بعيدين عن الأمراض والالتهابات والمشاكل الصحية الأخرى. هذا كتابنا طبعاً في موقع إلكتروني شركة أوثر هاوس. طبعاً لقاءنا مع تلفزيون مجان، لقاءنا مع تلفزيون سلطنة عمان، الماء الساخن سر الحياة مع أستاذ خالد الزجالي. نعم نمشي على سريع الوقت. لقاء مع هاي ماجازين 6 صفحات، لقاء اللي بعده لقاء مع ماسكا ديلي بالإنجليزية، ربما حد منكم يرأى هذا اللقاء، لقاء مع تايمز أوف أمان الأسبوعية بالإنجليزي، اللقاء مع شبيبة جريدة الشبيبة كتب بعنوان عريض كثيرين يمكن قروا هذا، الماء الساخن سينهي حرب البشرية ضد الأمراض بإذن الله تعالى. هذا اللقاء مع اختاروا طبعا 40 عماني من قبل جريدة هاي ماجازين، ولقاء على أساس أنه في مساهمة بناء المجاد كما هم ارتأوا كده، فكان نصيبي لقاء مع جريدة من ضمن 40 شخص قدام اختيار. هذه شهادة وهذا طبعا الندوة في جامعة سلطان قابوس لكلية بيولوجية، الجميع الذين حضروا كلهم دكاترة يدرسوا في كلية العلوم البيولوجية في جامعة سلطان قابوس. هذا طبعا مشاركتنا في هيئة الكهرباء والمياه في الفلبين، كان كبار شخصيات مهتمين في جوانب الصحية، طبعا الجميع كان مهتم الحصول على الكتاب وأخذ أوتوغراف لأنهم يقدروا العلم، يقدروا بشكل كبير، وكان طبعا كل مدارسين منهم دكاترة منهم عنده ماستر ديجري يعني ما. هذا طبعا شهادة في جامعة مانيلا، نعم اوكي جامعة مانيلا حضر فيه 2000 طالب يعني، واخذوا 30 كتاب ودونوه في ما كمادة علمية اساس يكون ممكن يعدوا دراسة علمية انها موجود في الفلبين. طبعا اخذوا اوتوغراف ايضا اللي هو توقيع للكتاب. هذا ندوة في سفارة الفلبين في عمان، مشاركتنا في اليوم العالمي للسكري، نعم ايضا
وهذا طبعا احد مشاركاتنا لندوات عملنا في مدرسه سويق. طبعا كثير من ندوات عملنا اكثر من كل ثلاث. هذا صدفيه، كان عندي صدفيه ما استخدام الماء الساخن استخدام الخارجي ايضا بجانب الشربه، اكتشفوا على انه يعالج الصدفيه ويلين الجلد ايضا، يشيل اللي هو جلد الميت. طبعا هذه كانت عم اصابه بالتسمم الغذائي، وهي عمرها 39 سنة وعندها هذا المرض منذ ولادتها، وشفت فقط في خلال شهرين، وأيضا كان عندها طبعا هذا طبعا شهادة من عندها، هي تدرس في كلية في كل نعم. طبعا هذه من أشخاص الذين استفادوا. نعم، نأتي في المادة اللي بعدها. صعب نعطي وقت للأسئلة، بس نخلص المادة، وربما حتى يكون إذا كان في وقت لأسئلة، لأن أمامي فقط 10 دقائق، أحاول أمشي على أسرع ما ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. شباب إذا تركزوا زين معي، أنتم أتيتوا إلى هنا للتركيز صح ولا لا؟ إذا تريدوا تتحدثوا لا تزعلوا، بس لأن سووا مضيقة للآخرين صح ولا لا؟ فأتمنى إذا كان يعني تأخذ شوي قليل من وقتكم حتى تستمعوا للمادة زين؟ إذا ما عندكم أنا. هذه معجزة الماء الساخن في القرآن الكريم. أنا كمسلم أؤمن أن القرآن الكريم لم يترك شيء، فاكتشافات العلمية كلها موجودة حتى أيضا في القرآن الكريم. ولما الله سبحانه وتعالى ركز في سورة الواقعة على أربعة، وأول شيء ركز كيف سيكون الحياة في الجنة وحياة في الجهنم، أصحاب الميمان وأصحاب المشأمة، ومن ثم ركز على أربعة. وطبعا كل هذه الأربع العناصر كل فيها أفة تحضير ورؤية بالعين. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تدورون. بس تشوف العلاقة كل خمس آيات أن الإنسان خلق من الأرض يعود في الأرض بنهاية المطاف. وهنا علاقة سبحان الله، الماء الساخن مذكور في القرآن الكريم كما ارتأيت أن معجزة من معجزة الله تعالى بين على البشرية، وأيضا حتى هذا مذكور قبل 1400 سنة موجود في العلم الحديث. إذا تنسينا نشرح هذا إن شاء الله. نعم، المدام تقول لي هيدروجين، لأن this is quite also important because from Quran, no? From the Holy Quran. طيب أركز هنا، أركز معايا. أفرأيتم شباب، أفرأيتم الماء الذي تشربونه، كم كلمة؟ أربع كلمات تكون الآية. نروح في النار المجموعة الثانية، أفرأيتم النار التي تورونا، كم؟ أربع. نروح في الآية الثانية عن الماء، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، كم؟ خمسة. الثاني أنتم بالنسبة للنار، أنتم أنشأتموه من شجرته أم نحن منشئون، كم؟ خمسة. إذن خمسة يعني شوف كيف تناسق. الثالث لو نشاء جعلناه أجاجا فلا تشكرون، تمام؟ أفلا تشكرون. هكم خمسة. نروح اللي بعده، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، شباب زين. كم؟ خمسة. شوف كيف تناسق سبحان الله زين. نعم، مجموعة كم؟ ثلاث آيات. اللي بعده، فسبح باسم ربك العظيم، اشكر ربك العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم. أقسم من الذي يقسم؟ الله سبحانه وتعالى يقسم على من الذي خلقه البشر. يعرف الكثيرين يستهترون، وهذه من فوائد عظيمة معجزة الماء الساخن من معجزات الله تعالى، ومعجزة في كثير في القرآن الكريم. وبس نركز على المادة نفسها، أساس الماء الساخن. الماء الساخن عشان الحصول على ماء ساخن هو ماء زائد النار، وبالتالي الماء الساخن هذا هو من الذي يتقبل إن فوائد عظيمة. فسبح باسم ربك العظيم، حتى تشوف أربع كلمات، فلا أقسم بمواقع النجوم. من الذي يستهتر؟ فهذا تحضير، فلا أقسم تحضير، فلا تقسيم وقسم، يعني تحضير من الله تعالى. الله سبحانه وتعالى حذر البشر من الذي استهتر عنه من فوائد عظيمة، وأنه لقسم لو تعلمون عظيما. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. 15 minutes. أوكي طيب، الماء ساخن شباب رجاء، أنا إذا ترتأيتوا أن يمكن صعب عليكم أو يمكن تريدوا تستأذنوا عشان ما نضيق على الآخرين، شوف الصغار من الصف الرابع للسادس كانوا مركزين أكثر منكم، أنا لا قصدي أقلل من شأنكم زين. يعني إذا كان يعني أرى يعني إذا صعب عليكم أنا أستطيع أتوقف على الحين، يعني إذا الجميع ما عنده رغبة في التواصل، بس لا ضيق على الآخرين من الذي يريد يركز زين. تمام نعم إن شاء الله. هناك مشكلة يعني شوف أستاذي، هل هناك مشكلة؟ لأن شوف هل أكمل ولا؟
اعطيت لانه وقت معاكم وقتكم ثمين عشان بس اني بس تواصل يا رجال ركزوا. نعم بارك الله فيك. هذه ماده تدرسونها عن سائل ابن يوسف في داخل رحم الامه. السائل ابن يوسف يتكون من 99% ماء وبحراره مرتفعه 37.5، اذا ماء ساخن، باقي بس نسبه 1% اللي هو ايش؟ ماده بروتين كولاجينيه وغير كولاجينيه. هذا ترون الطفل الجنين، طبعا الجنين في داخل رحم محاط بحوض ماء ساخن، شوف ذلك في صورة الواقع مذكورة، ماء ساخن ماء ونار، هذا لو يعني ما في أم إلا هذا السائل المنوسي بحرارة مرتفعة، شوف سبحان الله، ولو إذا كان حتى الحرارة ما تنقص، وبالتالي هذا الحرارة ماء ساخن من أجل حماية الجنين، لمراحل تكوين الجنين جميع مراحل، هذه المراحل يعني الماء ساخن يحمي الجنين إذا أصيبت الأم لا سمح الله قدر الله بأي التهاب أو مرض حتى لا ينتقل إلى الجنين.